السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل أول إجراء ردا على الهارب محمد علي خارج البلاد. أرسل طارق محمود المحامي إنذارا رسميا لشطب الممثل محمد علي، وتم إرساله للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، طالب فيه بشطب الممثل الهارب من جداول نقابة المهن التمثيلية فورا. ونص محمود في إنذاره ضد محمد علي إلى أن الممثل الهارب أساء للدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية عبر فيديوهات قام بنشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتناقلتها جميع القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب، كما دعمت على رأسها قناة الجزيرة والجزيرة المباشر والشرق ومكملين، وكذلك المواقع الإخبارية التابعة لتلك الجماعة الإرهابية، مضيفا أن تلك الفيديوهات تضمنت إساءة بالغة للمؤسسة العسكرية وقادتها والتحريض عليها ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ونشر الفوضى والاضطرابات. وتابع مقدم الإنذار أن الممثل والذي سبق إدخاله إحدى المصحات النفسية لعلاجه من إدمانه لمخدر الهيروين يتحالف مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية للإضرار بها، وأنه تلقى مبالغ طائلة منهم للإساءة لمركز مصر على المستوى الدولي من خلال تلك الفيديوهات. وأكد أن نقابة المهن التمثيلية هي نقابة مصرية وطنية خالصة كانت ولا زالت حائط قوي ضد المتآمرين على الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، ولو يشرفها أن يكون من بين أعضائها متآمر أو خائن أو عميل أو مأجور. وطلب محمود في ختام إنذاره الموجه لنقيب المهن التمثيلية أن يدعو لاجتماع طارئ لمجلس النقابة بكافة أعضائه لإصدار قرار بإسقاط عضوية الممثل الهارب محمد علي وشطب نهائيا من جداول النقابة ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل في مصر. هذا الخبر منقول عن صفحة القاهرة 24. أتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل خبر جديد يوميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.